هؤلاء أبو لهب وزوجه حمالة الحطب، زوجه أروى بنت حرب بنت أمية، اسمها أروى. أروى اسمها جميل. داخل أسوأ يعني. وفي بس عندنا أروى بنت عبد المطلب عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخت صفية. ولكن أروى هذه لأخت أبو سفيان. أروى اسمه جميل. أروى سبحان الله. أروى. فأبو لهب كان زوج رقية وأم كلثوم من عتبة عتيبة أولاده قبل البعثة، قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما نزل اقرأ على رسول الله قال أبو لهب لعتبة عتيبة طلق رقية وأم كلثوم كان ينشغل بهما محمد. يعني شوف حرب سيئة. حرب اجتماعية سيئة. يعني حرب اجتماعية. وهو ليس اسمه أبو لهب، هو اسمه عبد العزة. عبد العزة، عبد العزة ابن عبد المطلب. وكان يسمى أبو لهب لأن كأن النار تتلقد في وجهه، كان أبيض حمرة شديدة، فكان النار والعياذ بالله في وجه أبو لهب. هو إذا كان اسمه من قبل بعثة النبي أبو لهب. أبو لهب، نعم نعم، لقب بهذا الوجه لطبيعة شكله يعني. نعم نعم نعم. فمرة عتبة هذا بصق على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له لما طلقت رقية أو هكذا؟ قال أوصاني أبي وأمي كي لا أصبو إلى دينك، ثم بصق. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. قيل أكله أسد. فقال فأبو لهب لما بلغ قال لا آمن عليك دعوة محمد فإن دعوة محمد مستجابة. ما هذا زيادة العذاب إيه؟ سبحان الله العظيم. وقالوا يا أيها الذي لما إيه؟ قالوا لأن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يبقى يعلمون أنه على إيه؟ حق. شوف لأن نتبع الهدى. لأن سبحان الله. إذا شو القرآن؟ هاي من كتاب الله. لأن نتبع الهدى معك وتخطف من أرضنا. وقال له دعوة محمد مستجاب. دعوة محمد مستجاب. شو له؟ لكن طمس الله على قلبه. وهذا زيادة في العذاب. لأنه مش غير جاهل. يضاعف له العذاب والعياذ بالله. فسافروا ناحية الشام. فقال أبو لهب أنا أعلم أن دعوة. قال لإخوانه الذين معه كانوا 15 شابا، اجعلوا عتبة بينكم. جلسوا الخيمة وناموا كلهم. فقال أحدهم أشعر أن أسدا يتشممنا. قال اخسأ يا فلان لو أن الأسد لا يتشمم. فدخل يشمشمهم فسحب عتبة من بينه فأكله. وهم نيام. وهم نيام. لا إله إلا الله. سحبوا وهم يرون. يرون؟ سحبوا العتبة فاستيقظوا. سلم والعياذ بالله رب العالمين. أبو لهب ظل لعداوته لرسول الله حتى أنه للأسف هو الوحيد من بني عبد المطلب الذي شارك في حصار رسول الله وبني عبد المطلب في شعب أبي طالب. أبي طالب تخيل شارك في هذه سبحان الله. يعني هذا إنسان قلبه فيه من القسوة. وطبعا أم جميل نفس القضية. وبعدين بس يعني هناك من يقول أنه أن أكل عتبة هذا أسد وليس كلب. أسد ما هو كلب. ما هو كلب الله أسد. لا لا لا، ما هو في علم الحيوانات الطائفة الكلبية في علم الحيوان. ده من طائفة، في طائفة كلبية يعني. لا 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 الذئب والنمر ولا اختلاف ولا لا لا، ما نقولش طائفة أسدية، طائفة كلبية في تصنيف الحيوانات سبحان الله. في علم الحيوان. وبعدين كلب من كلاب الله عز وجل سبحان الله. فأبو لهب لما نزلت الآية تبت يدا أبي لهب وتب، كان سبحان الله لطمس رب العباد قلبه بما صنع. ممكن يهدم الدين بادعائه الإيمان وحد كان دخل في قلبه؟ لا. لو قال لا أشهد، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ماذا كان يصنع؟ كان يكذب رسول الله. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. من صنع، من طبيعة اسمه. ولكل امرئ من اسمه نصيب سبحان الله. فأحسنوا تسمية أبنائكم. ما في داعي حد يسمي غضبان ولا صعب. صعب وصخر والأسماء العجيبة دي سبحان الله. ولا نزكي، لا داعي للتزكية. نعم هذا كلام. المهم نفس القضية زوجته. ما جريرتها؟ أم جميل كانت كارهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وكانت مسيئة التعامل لرقية وأم كلثوم أيام. تخيل أن واحدة حماتها أم جميل. لا لا لا، ارتفع لطيف. هي لا تطاق. ارتفع لطيف. هي لا تطاق ما غير شيء. لا سبحان الله العظيم. وأم جميل هذه كانت تأتي بالشوك والعظام وتضعها أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو يعني ذاهب خارج في الصباح فيقع عليه الأذى عليه الصلاة والسلام. أرادت مرة أن يعني تتخلص منه وجاءت بحجر كبير وجالس قريب من الحجر الأسود وجالس جنبه أبو بكر الصدق. ورفعت الحجر هكذا وتقول يا أبا بكر أين صاحبك؟ وهو بجواره. بجواره سبحان الله. فتعجب أبو بكر يقول بعد ما غادر يعني قالت لن ينجو مني. فسبحان الله العظيم قال صلى الله عليه وسلم وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. سبحان الله. فقضية أبو لهب وزوجه هذه دليل على أن التمرد على الله ويعني اللذة في الخصومة والكفر البين وإنكار الحق هذه وسيلة من وسائل العياذ بالله رب العالمين دخول النار والعياذ بالله.